لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم، صباح الخير. اليوم الأحد 24/4/46 يوافق 27/10/24 ميلادي، على الساعة يمكن 7 ولا 7 نازل مع الله سبحانه وتعالى. خلني بس أعد المنطقة ذي. هذه بس بسم الله يا الله يا كريم، كأني غرست. يا الله يا كريم، الله يسرها. استغفر الله. ايوه بجلبان لي فترة، والله لي فترة عن الجلب والطعم اللي معايا سلماني وعقام صادس التامس، لكننا اشتقنا الكسارات والجلب. والله يكتب الخير. يا الله يا رب. اجواء هادية مرة، ما في هواء. امس نزلت كسارة في العصر، نزلت من بعد العصر لين المغرب، ما كان في ذاك الزود. حاولت، كان معايا الجلب ومعايا القصبة شغاب الفارة. براجع المقطع عن في شيء كويس أضفت لكم في نهاية الفيديو هذا. موية زي ما تشوفون، مراية، ما في هواء. الله يجيب الهواء. لما يكون البحر كذا يعني الصيد ما هو مرة يكون ضعيف، لكن الله يسره. بسم الله. هذه فوق 10 برمي هنا في المنطقة البيضاء ذي. ايوه قدمها شوية بس في الرملة، ممكن في شعاب هناك ولا ما ادري هذه فيها شيء ولا لا. هي واحدة شية، واحدة صغيرة هي صخرت صغيرة يعني العشوة هامور أبو نجمة. شبعانة والله أبو نجمة دي، صغيرة لكن شبعانة كرشة. شو صار؟ الله يسلطكم. هامور تسخر هنا بس. ايه شعور، ها شو عجبها كيف صغيرة صغير. هي من يوم تضرب هذه هنا. ما شاء الله جوا غيمت، واسمع صوت الرعود البحر المحل هذه. اول ما دخلت في قوس قزح ناحية البحر هنا غريبة، كان في مطر شكل قدام هناك، ما جينا مطر. وصلنا نص العقام كويس، تحرك الهواء شوية كذا. وصلنا النص، اسمع الرعود كذا البحر هناك. ارمى بعيد معني، جربنا قريب ما في شيء، ارمي بعيد. ما في صغار، صغار اسماك صغيرة. شعور ضربات شعور صغيرة مصخرة. أما صخور قدامي هنا شوف الثانية كيف. ايه ولخبطة. ايه هذه لكرة شعور ولا شعور، بس ما مسكت ما مسكت. خليها تسحب بيعطيها مجال، لكن ما تبلع الهواء كبير هنا. شوف الهياض قص. شوف شوف شوف، واحد اثنين ثلاثة أربعة قص خمس. هاي تعالي تعالي المرة ذي، ما أدري شي غريبة صغيرة ماسكة على طعم كبير. هاي كبيرة، هي شعور أكيد إنها شعور.
يجمع طيب إن شاء الله. شوفها حتى صغيرة، ما هي كبيرة. هذه عين ماسكة على ال، حتى هي تصخر. هذه اللي بهدلتني، على الله. أخيرا مسكت عليه، مليان شعور هنا لكن زي كذا. يلا أيوة، تعالي تعالي. ودي هي شعور شعب هنا كويسة. دي كويسة، هذه كويسة. اجيب الشبكة. ايوه الشعور هذا كويس، شكله بيطلع اكبر منها برجعها، لكن مبدئيا كويس. هذه كويسة يعني، الظاهر انها بترجع، لكن نحطها هنا. اهم شيء يكون في شيء في الشبكة. عليكم فاضية ثانية. صغار صغار ما جت الكبار. شعور برضه. هذه ثانية، هذه صغيرة. الله يكبر خير. هي عرفنا الحفرة حقت الشعور. لكن ندور كبار لنشتغل على الشعور. ما في هوامير، هوامير يعني. هذه شوفها هنا، المنطقة دي كويسة. يلا لا توقفين، تكفين. شوف كتي حالها. شوف شوف، تعالي على طول. كانها أحسن، كانها والله أعلم كان هذه أحسن من الولا. نفس الولا صغيرة زي كذا الأحجام، كفوف كذا وكبر شوية. نفس الموقع. الله يجيب الكبار، الله يجيب الكبار. ما يمديها تنزل على طول تاخذها. هذه برضو صغيرة، ما جت كبار، ما جت كبار، ما جت كلها صغار. اوه هذه صغيرة مرة. ما في شيء، ما في. حاولت ضرب شعورك ترى صغار. بروح منطقة قدام هناك، أول منطقة بروح أجرب فيها أن فيها شيء ولا توكلت على الله. أفرج روحي. المنطقة هذه كويسة، ما فيها عمق مرة. هذه تعبتني، عميقة وصخور هناك بهدلتني، لكن هذه كويسة فيها ما تصخر. هذه إن شاء الله فيها، هذه هذه فيها بس بدي شيء. شكلها هامور صغيرة، شكلها هامور لكن ما هي كبيرة. توقع انها هامور. شو لا شعور لا هامور. شاختك بختك الثاني تسعة. هذا هامور، هامور سمكتكم صغيرة. صغيرة على الحوض الكبير، صغيرة. يلا روحي.
مساكم الله بالخير. اليوم برضو الأحد على الساعة 5 إلا السقال حقت فعل مدني. والله ما شاء الله زحمة. أنا أشوف كيف الوضع. هل في مجال اشتغلت جقات هناك ندور ضواريك وغيرها؟ وإذا ما في مجال أخذت الفارة واشتغلت على الشعب هنا نشوف بيضات قلها. الفارة نزلتها في شنطة حقت السنانير ونسيتها. ما معنا هذا. بسم الله ما شاء الله خيط ثقيل عندي وصار ناقص ما عاد. بسم الله ما شاء الله الرجال هنا ما شاء الله تبارك الله. الله يجيبه الله يرزقه الله يرزقه ما شاء الله. بس طلع هذا ما شاء الله انا طلع عايز ابراهيم عندك ابراهيم ما شاء الله ما شاء الله عندك ما شاء الله لم ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله امسك دير ما دير يستاهل ما شاء الله. لا روح هناك بسم الله ما شاء الله بالعافية. تستاهل ما شاء الله ما شاء الله بالبركة حبيبي ما شاء الله ما شاء الله حجم طيب ما شاء الله بسم الله تبارك الله ما شاء الله. هذا الثاني يا الله يا رب الله يجيبه. هذا اصغر من الاول ما شاء الله موجود. الله يرزقه الله يرزقه ما شاء الله ما شاء الله. الرجال ما يحب يطلع في التصوير عشان كذا بصور اذا جاء هنا. شوف ما شاء الله ما شاء الله هذا هو ما شاء الله. ما تخلوش يطلع عشان ما يلبش منك. اصبر لا امسك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. شوف ابو احمد ما شاء الله ابو احمد طلع 2 ضواريخ ما شاء الله تبارك الله. هذا الجد كم جرام يا ابو احمد؟ هذا 40 جرام ما شاء الله طلع عليه 2. يمكن الاول فيه 4 ولا 5 كيلو والثاني يمكن فيه كيلو ونص او 2 كيلو ما شاء الله. هذا هو حاب مصفر هنا ها؟ سيخ هذا حلو حلو والله فكره. الله يرزق حبيبي الله يرزق تستاهل. حرك اسماك كبيره خلا ما شاء الله. هنا قدام في حركه شو هناك لعف هناك وفي شيء وراه نقول يا الله يا رب ان شاء الله يجي. عندي بس اسحبه يجي قبو هنا في الحركة والله هنا لكن الله يجيب الخير. قريب الغروب الحين مغيب الشمس يقول يلا يا كريم يلا يا رزاق الله يجزيكم وإياكم خير. اللهم لك الحمد بسم الله. شوف الحركة هنا في شيء طارد الأسماك
ايوه اخذتها ضربه اخذتها ضربه كذا فكت ايه. يا ما تمكنت اخذتها ضربه حلوه ان شاء الله يرجع لها ان شاء الله فيه وراها هنا يطارد من هناك البياض الى هنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مشكلة هذه خالد معاك يا خالد لا تستفل على طول لا توقف لا توقف ايوه واحد يساعده يا شباب في وزنة الماكينة بس واحد يساعده في خليني ابعد منك اني هذا هو بعد انا شو ابعد منه انا ابعد منه انا ابعد منه قرب 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 يلا ما شاء الله الله يرزقك الله يجيبه انا قاعد بس اقفي منه بس لا 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 تدعم لا خلي 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 اسحب العصا وانت لازم لم اسحب العصا وانت لازم اي لم ايوه زي كذا خلني بس ابعد منكم ابعد منكم انا تورطت هناك انا روح لا لا روح روح انت المشكلة هذا انا ابغى بعد منه الخير ايوه سريع سريع ما شاء الله ما شاء الله يا الله يرزقه يا الله يرزقه انا ايوه عشان قاعد اجيبه من فوقه بس ما شاء الله ما شاء الله الله يجيبه يا شباب انتبه لا يجي في الصخور بس روح 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 لا لا ايوه ايوه روح روح مالك على قلم اهلك لا دقيقه لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اذا قرب ايه ما شاء الله ما شاء الله هو اللي تعب ولا انا هذا هو كلكم تعبون هذا هو وصل انتبه ما شاء الله 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 تبارك الله ما شاء الله تستاهل تستاهل ما شاء الله ما شاء الله ما شوف ابو محمد اشوف ابو محمد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله رزق سبحان الله اي والله نحاول محاولتين كذا بشيء والله خلاص والله امرك الحين الحمد لله وش يقول الله يفتح لنا رزقي هذا قاعد رميتين يا الله يا رب يا الله يا كريم بسم الله معاك ابو محمد ما شاء الله ما شاء الله ابو محمد الله يرزقك ما شاء الله ها غيرك ولا ما شاء الله ما شاء الله بالله غريبه يمكن تنتين مع بعض بيضات يمكن احيانا بيضات مع بعض تنتين مع بعض ما تقاوم ولا شيء يلا ما شاء الله حقيقة الدنيا مظلمة ما أحد ها إن شاء الله ضيرك إن شاء الله بس كذا حسيت إن ثنتين مع بعض دام قاومت بالله بال ثنتين ها بياض ها ما شاء الله بياض ما شاء الله التطريف حطها متر عليها أنا والله متر عليها إيه آخر محاولة آخر محاولة هذه إيه اخر محاولة الحمد لله على كل حال يمكن رزقنا معنا هذه خلاص بطلع عشان الصلاة يلا يا رب ما شاء الله حركة بوريك ما شاء الله احجام كبيرة اليوم طلعت ما شاء الله يلا يا رب
خلاص 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 توكلنا على الله. الحمد لله ما لنا نصيب اليوم الحمد لله، والشباب طلعوا بسم الله ما شاء الله يستاهلون. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اثنين طلع زي هذه تقريبا، يمكن في 4 كيلو ذا ولا يمكن 4 الى 5 ممكن، ما شاء الله. واثنين صغيره درس ما شاء الله مع الباشمهندس خالد وابو احمد برضو طلع معاه، والله يرزق الجميع. ما ادري واضح التصوير ولا مو واضح، لكن الظواريك شغاله ما شاء الله. وقفت هنا قاعد اخلص المونتاج، خلاص رفعت المقطع حق يوم الاحد. الحين الساعه تقريبا 6:30 عليها المغرب، الحين شويه كذا برفعها. وزي ما شفت اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، اثنين ظواريك مع الشباب واثنين درس، واحد اسمه احمد طلع ما شاء الله اثنين، واحد يمكن فيه 5 كيلو والثاني فيه تقريبا 2 كيلو، وخالد من حبايبنا في مصر ربي رزقه ما شاء الله على المغرب يستاهل جعله بالعافية، برضو طلع واحد يمكن 4 و5 كيلو، وبرضو واحد من الشباب طلع واحد صغير، يعني 4 كلها ما شاء الله تبارك الله. وإحنا ما لنا نصيب، اللهم لك الحمد ما لنا رزق المرة هذه، لكن ربي يرزقنا في يوم ثاني الحمد لله والشكر الحمد لله. اليوم السبت 23/4/46 يوافق اعتقد 26/10/24 ميلادي على الساعة 4 العصر، معي الله سبحانه وتعالى. بنزل الشعب اللي هنا اللي هي فترة عنها، بنشوف احيانا الاقي فيها شعور رمكو سولي، الهوامير قليلة يعني ما هي مرة. والطعم اللي معايا سلماني قطعت واحدة هنا 1.5، وفي عقام معايا برضو يجرب حتى هو، وباخذ الفارة باخذ معايا الفارة، اذا ما في ضرب على هذه نشتغل فارة نشوف اذا في بياضات ولا شيء. من المغرب معنا ساعتين كذا، والله يكتب الخير لنا ولكم يا رب العالمين. تقريبا جاهز خلاص توكلنا على الله. اخذت الماسورة هذه كنت احط القاعدة واحط هذه فيها عشان السنارة، ما فيها البرميل والله ما فيها، لا اخذت هذه بسم الله. يلا توكلنا على الله. يا الله يا رب يا الله رزق. كان باقي كذا اتوقع الساعة 4:15 ولا تأخرت وانا جاهز، لكن دحين في خير. بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. بسم الله لا قدر ما سوي شيء من الأرض والسماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يا جابش هنا، والله جابها هنا، هاي تنفخ نفسها، هاي تنفخ نفسها، شوف هاي جابها هنا يا. سبحان الله انا اصورها بس لكم. يلا يا رب اجواء ما شاء الله. اي والله ما في هواء، هواء خفيف مره. قد صورت اول الشعب اللي تحت هنا زي الكوره جايه كذا هشه مره، في اللي يدخل يا شباب انتبه لها لا يدعس عليها على طول تنكسر، والله قد كثر مكسر. حاول يمشي من بينها من هنا من هنا. المنطقه سبحان الله المنطقه هذه من اجمل المناطق اللي دخلتها لما اصور الاسماك والشعب، سبحان الله جميل المنطقة. شوفها هذه الشعب هذه مدورة ذي، حاول انك تمشي بينها جنب بعض كذا، امشي في الرملة شوفها هنا شوفها تجمع، وهناك مليانة انتبه جنب لا تدعسها. الله قدر الخيط مرة. يلا عندي بس خم نجربها هي اول شيء نبدأ بها، اذا في شيء ولا حولنا. بسم الله أنا شوف في لعب هنا عندي عشان كذا تحمست معها.
ايه شي ضرب عليها، ايه شي ضرب عليها. ايه جيتها ضربة لكن ما مسكت. في حركة. ايوه هذه ولا واحدة صغيرة صغيرة، شكل عقام ولا شكل عقام صغيرة، الله اعلم ان عقام، ما ادري شو عقام، يمكن صغير ولا شو، هو بياض صغير حقة عقام ولا شي. طلعت هذه والله هي كويس، ضربتنا قدام. زيد ارمي كذا رمي اذا في شي ولا حاول تجرب. فوق 9 لا بايب سلماني والله مشرح الخيط، لكن يلا يا كريم يا الله يا رب ان شاء الله يمسك. شوك نعقام هذه دخلته، يدخل بشويش بعدين يسحب بسرعة. قلت لك ها عقام، شوفوا عقام عقام مسك على بك، لا باقي ماسك فيها. شوف عقام عقام زي كذا عقمان، هذه حركتها. يبقى ينفعنا ينفعنا طعم. هي ما ادري ايش هي، ما هي كبيرة، ما هي شكلها عقام ولا قد صغير، قد صغير ما في صغار، قز ما في صغار. ايه الله يجيب الكبار ان شاء الله الحين تجي. يلا شوف لون اصفر حتى ذي، شوف كيف سبحان الله، حتى هذه شوف كيف صفرة، بس ما هي مرة يعني، بس نقط صفرة كثير. بسم الله عقدت عقدت ايوه ايوه ما شاء الله ايش انتي هذي والله صغيرة، تعتبر صغيرة هذي. جت البيضات الحين ان شاء الله جي كبار، في شي ضرب عليها، شوف ضرب عليها شي ثاني، انا اقول كذا عشان ثقلت معايا عقام ما ادري شو شو اسنانه. محاولة اخيرة، محاولة اخيرة وقبل الاخيرة، خلاص راح الوقت، يلا راح الوقت. هذه ما ضربت تكفل قبل شيء. يا الله ايوه شوف ايوه شو وجدت هنا، ايوه تعالي ما شاء الله نشيطه ذي، ايش هي والله نشيطه ذي ما شاء الله. ايوه تعالي تعالي ايوه هذه هي الاحجام، هذه الاحجام ايوه حيه ما شاء الله جيده ان شاء الله نجت، ان شاء الله نجت الحين. شوف تبعت ضربت ضربت على ال... هي هذه الاحجام كويسة، ان شاء الله في غيرها ان شاء الله. الأولى يلا هي وراها ايوه ايوه تعال، كنا صغيرة هذه صغيرة كويسة كويسة دي اصلا كذا بالعة يعني، يعني ها لكنها
الكابلات جينا هنا عشان كذا نطلعها تنفع مع هذه. يعني ما جاء ضرب على المغرب والله ما جاء ضرب على المغرب. نسد نحاول راح الوقت آخر محاولتين وآخر محاولتين خلاص راح الوقت بعد عقدت ما شاء الله. ايوه ايه شش وراها رشي شش هنا هنا قريب والله يضرب ما شاء الله ان شاء الله ضرب الحين هنا قريب ما يبعد. ايش وراها هي بس عقدت توكلنا على الله والله راح الوقت هنا. البيضات هذه ما جت الا بعد الغروب اللي جاء ضرب ضربت اكثر من واحده كذا لكن ما تمسك.